بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدينا الكرام، كل عام أنتم بخير إن شاء الله. أهلا بكم ولقاء جديد في داء ودواء. النهاردة داء ودواء في آخر حلقة لي في 2013. إن شاء الله بإذن الله نعمل نوع من أنواع النصايح العامة لكل المشاهدين عشان نبدأ بـ 2014 بشكل جديد بطريقة جديدة إن شاء الله بإذن الله. النهاردة هنتكلم على الاستسقاء في البطن والأوديمة في القدمين. في ثلاث مراحل او ثلاث عوامل لتورم القدمين. في واحد مننا يقول دي املاح زياده، وفي حد تاني يقول لا ده اصله عنده الشرايين ضيقه شويه، وفي واحد ثالث يطلع طبيب وزي ما بنقول مش عايزين نتكلم كتير بيقول حاجه ثالثه خالص ما انزل الله بها من سلطان. احنا النهارده عايزين نعرف التفسير العلمي لتورم القدمين والثلاث عوامل اللي بيورموا القدمين، وعلاقه القلب بهذا الموضوع، علاقة الكبد بهذا الموضوع. كل ده هنعرفه من ضيفنا الكريم البروفيسور العالم الأستاذ دكتور عبد الباسط سيد، أستاذ تحليل طبي بالمركز القومي للبحوث وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأستاذ الأطباء التكميلي بمصر. برحب بك يا دكتور. أهلا بك. برحب بكل مشاهدينا، وأقول أرقام تليفوناتنا ظهر على الشاشة دلوقتي بحيث إن احنا نتواصل مع بعض من بداية الحلقة. وكل عام وأنتم بخير. النهاردة آخر حلقة في 2013، 2014 نبدأ بشكل جديد. خلينا النهاردة نتكلم عن الأوديمة وتورم القدمين وأيضا الاستسقاء في البطن. كل ده هنتكلم النهاردة في هذه الحلقة. دكتور، لو بدأنا بالتسلسل واتكلمنا عن الأوديمة في القدمين. وبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا تغيض ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله، سبحانك ربي لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الطاهر الزكي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، الحقيقة الموضوع ده موضوع من المواضيع الهامة جدا، لسبب لأن في بعض ناس يجي لك رجله واحدة عند فيها أوديمة والرجل التانية ما فيهاش، في بعض الناس يبقى عنده القدمين متورمتين بصفة مستديمة ابتداء من القدمين للساقين. طب ما تيجي نعرف الأول الأوديمة. ما هي الأوديمة؟ هي وجود مياه موجودة في بين الخلايا أكثر من اللازم، وانسداد في الأوعية الليمفاوية اللي موجودة في القدمين. نعم. الانسداد في الأوعية الليمفاوية اللي موجودة في القدمين دي أحيانا تكون انسداد، وأحيانا يكون ماء موجود بين الخلايا مش راضي يتصرف، وحالا يكون الدورة الوريدية ما بتصرفش التصريف كويس جدا بالأمور زي دي. نعم. الحقيقة هي دايما يعني لما يكون في أوديمة في القدمين جامدة بنعزيها إلى ثلاث حاجات، زي ما انت حضرتك اتكلمت وتفضلت كده وقلت في ثلاث عوامل. ده علم من حضرتك. لا العفو 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 لا 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 العفو. الأمر الأولاني وهو انسداد الأوعية الليمفاوية. نعم. وانسداد الأوعية الليمفاوية ده بيأتي نتيجة إيه؟ إن يعني الأوعية الليمفاوية إحنا عندنا ثلاث دورات، في دورة شريانية، في دورة وريدية، وفي دورة الليمفاوية. طب هل الدورة البيبيبية ده كلام صح ولا كلام خطأ؟ لا، ده هو الدورة البيبيبية دي دورة شريانية. نعم. هي الدورة الشريانية اللي بتمشي بتغذي شرايين القلب. أنا بس عايز أقول عشان ما يبقاش المشاهدين يقول لك في كمان دورة بيبيبية. لا لا لا، ما هي دي. وفي دورة البابية اللي هي أساسا بتغذي القلب وتخلي القلب بيغيب يروح بيودي دم للرئتين في دورة رئوية وفي دورة. نعم. الجسم ككل. نعم. طبعا إنما احنا بنتكلم عن في دورة شريانية وفي دورة وريدية وفي دورة ليمفاوية. الدورة الليمفاوية هي أوعية ليمفاوية اللي بتنقل سائل الليمف. نعم. عشان نوضح سائل الليمف، يعني أحيانا الواحد مثلا يلبس جزمة ضيقة شوية أو في احتكاك مثلا في حتة في القدم تلقى عمل فقفوقة كده، الفقفوقة دي بتلقى فيها سائل أبيض. أو السائل الأبيض اللي هو الانتفاخ الأبيض في سائل أبيض زي الأبيض. السائل الأبيض هو ده سائل الليمف. دي بينقل الدرينج يعني التصريب بتاع الخلايا، لأن كل الخلايا اللي بتموت تتحول إلى سائل أبيض ياخدوا الدورة الليمفاوية توديه للطحال. تمام. عشان يشترك في بناء كرات دم جديدة. يعني مفيش هنا الإنسان سبحان الله أي مكنة صنعها إنسان بيبقى فيها 4% ويست، 4% ما تقدرش تحصيهم، 4% فقط. نعم. الانسان ما يوصلش الى 2%. نعم. يعني 2 في الالف فقط. أيوة. ولذلك حتى الكليتين ما تنزلش اي حاجه مفيده للجسم. برضو الخلايا اللي الا لو حصل فيها الا لو حصل فيها مشكله فتبدا تنزل الحاجات اللي في الوضع الطبيعي. الاوعيه الليمفاويه دي احيانا تسد، واحيانا تسد في رجل وما تسدش في رجل الثانيه. فلما تسد في رجله وفي رجل الثانيه يقول لك واحد عنده ورم في قدم والثاني لا، في اوديمه في قدم واوديمه في القدم الثانيه، يبقى على طول ديفينتلي مع ايه نهائيا انسداد في الاوعيه الليمفاويه.
لما تبقى في القدمين بتبقى ليها حاجتين. اما ان الكبد ما بينتجش زلال او البومين بالكيفيه الطبيعيه، واما هناك ضعف في عضله القلب. يعني ضعف عضلة القلب يؤدي الى نوع من انواع التورم في القدمين. ايوه بالظبط كده. طب هنا مين الدكتور اللي يعرفه؟ يعني سامحني يا دكتور، ما هو النهارده المريض لما بيقول رجلي متورمه طبيعي جدا بيجري بسرعه على دكتور امراض البطنه. امراض البطنه، هو امراض البطنه نعم، معلش امراض البطنه ده كان الطبيب الكشكول اللي بزمان اللي هو الدائم، طبيب الدائم اللي هو بيحول كل حاجه. نعم. وعلى فكره طبيب البطنه بتلاقي دارس بطنه ودارس قلب كويس جدا. تمام. في بقى دكتور نقدر نقول يختلط عليه الامر، فما يقدرش ان هو يميز بين الموضوع. دايما لما بتيجي الحته دي والكبد. دايما لما بتيجي الحته دي الطبيب بيسمع بالسماعه، فبيسمع السماعه يلقى فيه القلب مش سليم. ازاي؟ ايه اللي بيحصل؟ هو يعني بيحصل ذبذبات معينه، في لب دب لب دب، يلقى فيه لب وفي ويستس كده، في تايم انترفال فتره كده دب، يلقى الامور متلخبطه، يقول له روح اعمل لي رسم قلب. تمام. ممكن بعد كده يقول له لا اعمل لي ايكو اللي هو الرنين المغناطيسي. ممكن رقم ثلاثة يقول له لا اعمل لي رسم قلب بالمجهود عشان يشوف القلب بيتعب بالمجهود. في الوقت نفسه بنعمل تحليل وظائف الكبد، ومنها اهم حاجة السيرم البومين، البروتينات بتاعت الدم. الالبومين ده عمر بينتج في الجسم، الكبد بينتج في الجسم ما قيمته 20 كيس. ال 20 كيس، الكيس الواحد تقريبا بحوالي يعني 250 جنيه، 20 كيس في 250 جنيه بكام؟ بحوالي 5000 جنيه. نعم. يبقى الانسان اللي ده يوميا يعني في الشهر احنا اتكلمنا في 150 الف جنيه. حضرتك عشان كده بنقول اللي عنده الكبد ما بينتجش زلال، واخد بالك، عشان نديله البومين من بره بنديله اربع اكياس في اليوم. الله اكبر. الاربع اكياس بكام؟ ب 2000 جنيه وبنديهم يوم بعد يوم، فاهمني؟ فعشان كده الانسان ربنا خلقه غني جدا. نعم. طالما ان هو بصحه كويسه، وعشان كده المحافظه على الصحه مهمه جدا. ايه وظيفه الالبومين ده؟ وظيفته انه ما يخليش السوائل تحتجز في الفراغات، يعني في فراغات في الجسم. تمام. ما يخليش بيطردها. اي سائل يتكون في الفراغات. كويس جدا. ليه؟ لان الالبومين ده لما يبقى طبيعي بيخلي النهايات الشريانيه زي النهايات الوريديه في الضغط الاسموزي. كويس جدا. فبيخلي الجسم يحتفظ بميه. الميه دي اللي متكونه في البطن وعامله استسقاء، اوعى تفكر ان من الميه اللي بنشربها. اما كثير يظن ذلك. لا، دي الترا فلتريت من السيرم، دي عباره عن ترشيح مصل الدم. عشان كده بتضعف. نعم. لانك انت تخيل الواحد عنده استسقاء 5 لتر. ال 5 لتر دي ترشيح من الدم، ومكونه بقى اللي فيها ايه؟ فيها الزلال. فيها زلال هي الميه دي. وفيها كل عناصر الدم، العناصر المكونه اللي ايه؟ الهيموجلوبين الدم. طب سامحني هنا يا دكتور، حابب برضه اسال سؤال صغير جدا. النفسيه المريض دورها في التأثير على هي محاربة هذا الموضوع. الحتة دي بتعمل ايه بقى؟ اقول لحضرتك حاجة. ال 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 الكبد لما بيتعب، الراجل اللي عنده استسقاء وبيشوف ان المشكلة كبيرة، لا هي بقى مشكلة الاستسقاء، مشكلة الاستسقاء بتعمل ايه؟ بتروح ضغط على الحجاب الحاجز، بتخلي التنفس قليل. تمام. لو عملنا بذل، طب من اللي انت بتعمله البذل هيرجع يتكون تاني. بالعكس انت بتضعفه. تمام. اللي بيحصل بقى ان احنا لازم نزود الايه؟ الزلال. تمام. هنا بقى في ناس كتيره جدا تعمل ايه؟ تقول لك قلل الملح. تمام. وندي مدرات للبول. كويس جدا. بعد ما نقلل الملح وندي مدرات للبول، هل الكبد عنده استعداد لصناعه الالبومين تاني ولا لا؟ في الحاله اللي زي دي بيدوا هناك، بيدوا بعض الادويه كتيره جدا، واخد بال حضرتك، لكن كلها ثبت علميا ان هي قدرتها على انتاج الزلال قليله جدا. يعني ممكن تخلي مثلا حاجه زي الليفر البومين، ممكن وهو اسمه ليفر البومين مش معناه انه بينتج البومين. تمام. ده هم مسمينه كده، واخد بال حضرتك. كاف 3 عندنا، قبل ما اتكلم في كاف 3 والتاثير انا كل ده باخد العرض والمرض، خليني اتكلم برضو لو انسان عنده مرض القلب والقلب فيه مشكله عامل نوع من انواع التورم في القدمين مع الاستسقاء ما هو في البطن. حضرتك والنهارده حضرتك بتشوفه بتديله الجرعه من كاف 3 زيه زي العادي ولا لا؟ بص حضرتك انا بعمل ايه في ناحيه، في واحد مثلا لما يجمع بين الاستسقاء في البطن وتورم القدمين ويبان ان هو نتيجه كبد وقلب، تمام، ضعف عضله القلب في الوقت نفسه كبد مع الكبد وعامل استسقاء، فلازم نعمل ايه؟ بندي كاف 3 وبنمنع الملح تماما وبندي مدرات للبول. تمام. مدرات للبول بياخدها على غير الريق. في الوقت نفسه لما بدي هذا الكلام لازم ادي حاجه تشجع تكوين الزلال او الالبومين.
تمام اللي هو بيفقد ايوه الزلال او الالبومين، لانك انت لما تدي مدرات للبول، طب ما الكلام ده اللي بينزل بيتكون غيره، اللي بينزل بيتكون غيره، طب احنا هنقف نكف على قد ايه؟ صحيح. بالاضافه الى ان عمليه انزال الميه دي من الممكن تعمل كرامبات، ممكن تعمل تقلصات نتيجه انقباضات الصوديوم والبوتاسيوم، بيعمل في يحصل في خلل في مضخه اسمها مضخه الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم. مضخه دي وظيفتها انتاج وقود العضلات. نعم. يعني مش كده مضخه وخلاص. يعني انا هنا سؤالي كان صحيح عشان تبين لنا مدى التعقيد في هذا الموضوع. تعقيد الامور مش سهله. كف ثلاثه. فعشان كده بنعمل ايه؟ اول ما بتدي كف ثلاثه بيشجع انتاج الالبومين الى ابعد الحدود بدليل. هل يتعارض مع مع لا لا لا. الكبد او يتعارض لا لا لا. مع القلب، خصوصا ان الاثنين موجودين في لا لا شخص لا لا واحد؟ لا لا. هنا بقى في القلب بقى دايما هو بيدوا مدرات البول ويدوا حاجات لتنظيم ضربات القلب مثلا، لكن مشكلتها ما فيش حاجه تقوي عضله القلب. مثلا بيدوا ايه؟ في بعض الناس تدي ادينوكس فورت لوقود العضلات. طب لا، انا عندي حاجه مهمه جدا لازم اقولها. الزعرور البري مهم جدا، عشان كده في ناحيه. لا قبل ما تقول لي بقى مهم جدا فيها، هنقف عند الزعرور البري هنرجع تاني. معانا مدام نجاح. السلام عليكم ورحمه الله. السلام. اهلا بيك، اتفضل الدكتور معاك. الو، اتفضلي يا مدام نجاح، سامعينك والله. دكتور اتفضلي يا فندم، اتفضلي على طول اسالي السؤال. سمعت. بعاني من حساسيه الانف، باخد علاج ليا 20 سنه، تعب شويه وترجع تاني. حاضر. حساسيه الانف وخشونه الركبه لو سمحت. حاضر يا فندم. حاضر حاضر ماشي. بقالك قد ايه حضرتك بموضوع خشونه الركبه؟ لا لا ركبه. طيب اشكرك يا مدام نجاح، شكرا جزيلا. قبل نهايه الحلقه ان شاء الله هنجاوب. ارجع تاني واقول هنا العمليه الزعرور البري علاقته ايه بعضله القلب؟ عضله القلب بيدوا ايه؟ يدوا وقود عضلات. لو ادينوكس فورت كان زمان حقن، دلوقتي في منه قراص. تمام. الزعرور البري وجدوه، يعني الكلام ده انا بتكلم فين؟ تجربه في السويد، قعدوا يشوفوا اي حاجه تزود عضله القلب، كفاءه عضله القلب، لقوا مفيش حاجه. فالتراث العربي، التراث العربي كان فيه حشيشه اسمها حشيشه القلب، وجنبيه حاجه اسمها الزعرور البري. فابتدوا يقولوا طب ما حشيشه القلب قطعا سموها حشيشه القلب نتيجه كده. اتضح ان حشيشه القلب اسمها ايه؟ اسمها لدرجه اهميه حشيشه القلب سموها سانت جون. تمام. سانت جون او عشبه القديسين. تمام. او عشبه القديس يوحنا، لكن هي اساسا في التراث العربي اسمها حشيشه القلب. تمام. قالوا طب هي ليها علاقه في القلب؟ لقوا ان هي اساسا بتعمل ايه؟ بتدي شيء من الاطمئنان. وده اللي انت رأيته في كاف ثلاثه. ايوه. تمام. لما بتدي شيء من الاطمئنان، واخد بال حضرتك، بتخلي الانسان يعني يعيش بسبب لان كفايه انه يكون نفسيا ضايع. الحاله النفسيه بيخلي المناعه تهبط 60%. اذا هنا الحاله النفسيه لها تاثير طبعا. ايجابي وسلبي. لذلك لدرجه احنا لما بيجي مريض ميؤوس او يائس نقول له انت عندك اراده الشفاء ولا ما عندكش؟ الله. لو عندك اراده الشفاء، يعني اراده الشفاء يعني الشافي هو الله. نعم. فانت عندك ثقه في الله ان شاء الله، ربنا ان شاء الله ربنا هيشفيك. نعم. لاسباب، لان عارف حضرتك اما الشفاء واما الموت، والاثنين شفاء. نعم. لان احيانا في بتبقى خلاص الامور وصلت الى حدود صعبه جدا، يبقى الموت في هذه الحاله شفاء. لكن في حاجه مهمه جدا، لما جربنا في السويد حشيشه القلب وبعدين جربنا جنبها الزعرور، فكانوا بيحطوا 50% و50%، فقالوا طيب بنقلل المطمئن ده الاعشاب اللي تؤدي الى الاطمئنان ونزود الزعرور. فلقوا سبحان الله ال 18 مريض اللي عمل عليهم الزعرور اللي حصل فيهم شوتنج اب لفوق. وده اللي مطلوب دلوقتي. لما جم يعملوا ايه بقى؟ لما جم يستخلصوا الماده الفعاله لقوا لا ما ينفعش. لقوا ان في 150 ماده فعاله في الزعرور البري بكميات قليله جدا، يعني التركيزات بتاعتها قليله جدا. يعني متجمعه بحيث انها تعمل تلعمل مع بعض تعامل تآزري. بالظبط. الله يفتح الله لك. بسم الله ما شاء الله، حافظ يا استاذ عمر. الحاجه دي اللي بتعمل ايه بقى؟ التركيزات المنخفضه دي كلها مع بعضها تتعاون تعاون كويس جدا انها ترفع كفاءة، لدرجة ان في 45 يوم بيأكله يشهق. يبقى عشان كده حضرتك بتتحدى بكاف ثلاثة اي حد. وفي الوقت نفسه الزعرور البري لعضلة القلب، بس في ناحية الزعرور البري لما انا بجيبه بضيف عليه عشبة القديسين. ده علشان الحالة النفسية. ايوة. فحتى لو هم جابوا برة، ان في فرق بين انك انت بتجيب حاجة نظيفة جدا 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 وبعدين بتحط عليها ايه العشبة القديسين، بس في نسب. نعم. وهذا النسب اللي هي بيسموه البيتنت دي، اللي هي النوهاو المعرفه. تمام. فعضله القلب، اي واحد عنده عضله قلب بندي له احنا الكلام ده، بيعملوا زي الشاي الكشري. طعمه جميل جدا وبيتشرب. تمام. ماشي يا فندم. ادخل بقى على النقطه الثانيه اللي هي الزلال. الزلال بندي برضه بندي للقلب. عشان كده بنعمل ايه؟
بنقول للمريض روح حضر لي الزلال عشان تعرف كل 15 يوم الالبومين عشان اوقف مضرات البول. تمام. وبمنع الملح وبمنع في حاجه هنا مهمه جدا. منع اللحم الاحمر مهم جدا في حاله الاستسقاء. ليه؟ عشان كده. ليه؟ لانه بيزود كميه الامونيا. الامونيا بتوصل للمخ بتعمل امونيا انكفالوباسي. معناها الامونيا انكفالوباسي تؤدي الى الانسان يخش فيه كوما. تمام. كوما. علشان كده حضرتك عملت ايه بقى في كاف 3 رعيت بيه هذا الموضوع؟ عملت بقى الاتي، ان انا زودت الاعشاب اللي بتؤدي الى تشجيع او اي تكوين الالبومين، زودت الاعشاب اللي بتؤدي الى تشجيع عوامل منع النزيف، زودت العوامل اللي بتدي المناعه، وزودت الحاجه اللي بتدي ديتوكسيكيشن، تزود قدره الكبد على مقاومه السموم، زودت الاعشاب اللي بتيجي مع توحيد اللون من بره، مع توحيد اللون بالظبط كده، بحيث ان الانسان اللي عنده كبد بتبقى لونه نحاسي، يعني اللون الاسود مع شوف يمشي وده يعني نقدر نقول بيسيء لنفسيته. 45 يوم تلقى اللون اتغير تغير كبير جدا ما شاء الله. في بعض الناس بتلاقي عندها الالوان غير متحده جوه. الكلام ده كتير. بيجيب نتائج كبيره جدا 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 ونتائج مبهره. نعم. يبقى انا دلوقتي مسكت ثلاث حاجات، مسكت الحاجتين ان شلت الاستسقاء في الوقت نفسه، زودت انتاج الالبومين، كل ما يزيد انتاج الالبومين بعد بالظبط 15 يوم شهر او 45 يوم بوقف مدرات البول. تمام. وعضله القلب بتزيد. طب يفضل حاجه مهمه جدا القدمين. افرض هناك انسداد في الاوعيه الليمفاويه. تمام. الانسداد عامل لي ورم في رجل بالزبط. او عامل لي ورم في رجلين رجلي. او عامل لي اوديما في الرجل بالزبط. او عامل لي دوبيا بنقع رجليه في الاعشاب بتاعت التنقيع. نعم. اللي بيزود السيركيوليشن البلاد سيركيوليشن. طب هنا البلاد سيركيوليشن لما انت حضرتك بننقع كمان القدم، هل هنا بيؤثر بالايجاب مع هذا المريض؟ بالظبط. فيؤدي نوع من انواع التحسن الملحوظ في الصحه العامه؟ بعد الحدود بسبب لان الدوره الدمويه الطرفيه بتبقى تعبانه ضعيفه جدا. ضعيفه جدا وبتلاقاه بيبرد، تلاقي قدميه بتزرع، وفي في مشاكل كتيره قوي ما بيقدرش يسيطر عليها. وبعدين اساسا لما يجي يحط رجليه وهي متورمه وفيها اوديمه مش قادر يمشي، واخد بالك؟ كل الكلام ده بيتحسن تحسن كبير جدا. لما انت بتشجع الدوره وتفتح الدوره الدمويه الطرفيه، سواء كان الدوره انسداد في الاورده او سواء كان انسداد في الاوعيه الليمفاويه، فالبلاد سيركوليشن بيزيد زياده كبيره جدا. عموما عايز اقول لحضرتك حاجه، حتى الانسان يا استاذ عمر زي وزيك، يعني شباب مثلا رجعت من بره وانت مثلا في الانتاج الاعلامي وقفت لك فتره طويله، اشتغلت طول النهار 12 ساعه، اشتغلت شغل كبير جدا، يعني في بعض الايام كده الواحد بيصادف انه بيصحى الصبح وبيبعد يشتغل زي ما كنا في ذره. ايوه زي ما كنا في ذره. بترجع بقى بالليل تلقى رجليك حرقانه، فيها حرقان جامد جدا. وتلقى رجليك سخنه، لو نقعتها في في الاعشاب دي سبحان الله تحس انك انت ارتحت تماما لما تروح تنام. حتى الناس اللي مش بتقدر تنام يعني في ناس جدا، في ناس كتيره جدا بيبقى عندها ارق، لو نقع رجليه في في المحاليل بتاعتنا دي في الاعشاب بتاعتنا يقدر ينام كويس. ده خلينا اسال حضرتك سؤال صريح ومباشر. النهارده لما بنقول في رائحه للقدمين بنقول الرائحه دي بتؤثر على العين سلبا. بالظبط. طب هنا النهارده لما ننقع في الاعشاب اللي حضرتك عاملها، هل بتؤثر في رائحه الرجل انها تبعد رائحه الرجل وتضيعها ولا لا؟ في منها انتيسبتيك، لان دي حضرتك قلت لي قبل كده انها فطريات انتيسبتيك. ففي كل الاعشاب اللي موجوده فيها نوعين من الانتيسبتيك، اللي هي مضادات للعفونه، ومضادات العفونه دي بتعمل حاجات كويسه جدا جدا، بحيث انها مضاده للبكتيريا، مضاده للفطريات، مضاده للفيروسات. نعم. عشان كده بعد ما تنقع رجليك بنص ساعه وتنشفها تنشيف كويس جدا، تلقى الامور ابتدت ترتاح تماما، العضلات تبتدي ترتاح، المصل فتيج اللي هو التعب في العضلات كله تلقاه انتهى تماما، السيركوليشن الدوره الدمويه اللي ابتدت تسرع بتغذي كل اعضاء الجسم، فيبدا الانسان يحس كده براحه، راحة شمولية وسكينة، والسكينة دي مهمة جدا للنوم. طيب خليني برضو أسأل في موضوع كاف ثلاثة. كاف ثلاثة حضرتك عملت جزء مدعم بالقسط الهندي، والعمومي حضرتك رعيت فيه أولا أشياء كثيرة جدا زي ما شرحت منها البعض. خليني أقول النهاردة المريض الذي يعاني من تورم في القدمين والنهاردة عنده كاف ثلاثة، هل ياخد كاف ثلاثة على طول ولا لابد من الكشف أولا؟ والله يا أستاذ عمر أنا بقول حاجة، اللي عنده تورم في القدمين لابد ان احنا نفحص فيه، انزيمات القلب بتتفحص. يعني دلوقتي بيعملوا السي كي وبيعملوا انزيمات ال دي اتش. تمام. ال دي اتش والسي كي ده لما بيتعمل بيدل على عضله القلب شكلها ايه. تمام. لكن غالبا طبعا بتعتمد على ايه، ان احنا بنعمل رسمه قلب كهربي
كويس. الاي سي جي وبنعمل الايكو دلوقتي بتطورات العمر الايكو لان بيديني فكره كويسه جدا. او بيعملوا سونار على البطن. تمام. نتيجه وجود استسقاء، للاستسقاء بيقول لك ويز اسايتس، يعني في اسيتيك فلويد، في سائل امنيوسي موجود او سائل موجود في الايه في البتاع ده حوالين الكبد. وفي الحالات اللي زي كده بنقدر نعرف التشخيص كويس، هل من عضله القلب، هل منين، من الكبد. طلعوا دول كويسين وفي تورم في القدمين، يبقى تورم القدمين ديفينيتلي على طول انسداد في الاوعيه الليمفاويه. تمام. خليني برضو اتكلم على عامل المشي. دايما حضرتك بتوصينا بالمشي كما تعلمنا من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المريض بيكون عنده تورم في القدمين وخصوصا رجال او سيدات وما بيقدرش يرمي، وفي نفس الوقت حاسس ان رجليه تقيله جدا جدا، هو وخصوصا السيدات. على فكره في ناحيه السكات على الامور ده هو الغلط. احنا لازم نشخص الامور. الانسداد في الاوعيه الليمفاويه، الانسداد في الاوعيه الليمفاويه بسيطه جدا. يعني انا عايز انقل لحضرتك حقيقه انت تعلمها او صوره انت تعلمها جيدا، الست المصريه دايما حمال الاسيه. يعني بمعنى اصح هي تثقل على نفسها، اهم حاجه راحه الاخرين. لا بس في ناحيه مهمه جدا، المشكله ممكن تبقى مشكله بسيطه بس من الممكن اهمالها تتحول الى مشكله معقده. تمام. والمرض اللي ممكن حد في الاول ممكن يتحول الى مرض مزمن. تمام. فعشان كده بنقول ذا سونر ذا بيتر، كل ما بتشخص اكتر من بدري كل ما بيكون احسن في العلاج واسرع. ماشي. والعمليه كلها تورم في القدمين، من الممكن لما نعرف ان هو انسداد في الاوعيه الليمفاويه مجرد ان احنا بندي حاجات زي الدفلون اللي بيجري الدوره الدمويه الطرفيه وبينقع رجليه في الاعشاب دي. تمام. لو نقع رجليه في الاعشاب يوميا لمده نص ساعه خلال اسبوع الى 10 ايام بتنتهي العمليه. في ناس كتيره جدا موجوده بره في الخارج وفي السويد انا اعرفه وفي المانيا يوميا نقع رجليه. بقول له ليه؟ يعني ليه يوميا تنقع رجليه؟ احنا عاملين الكلام ده بس احنا بنقول يعني عند اللزوم. بيقول لك لا انا بجد فيها راحه وبجد فيها سكينه. نعم. لاني بمشي، لان انت عارف ان الاجانب خدوا سنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه انه بعد صلاه العشاء وبعد ما يتعشى لازم يمشي. وكان يمشي مقدار الزهروين البقره وال عمران. نعم. ودول ياخدوا مع الحافظ ساعه ونص. نعم. واخد بالك؟ فلما تيجي بتحط الرجلين هم دايما يعملوا ايه؟ يتعشوا وتلاقوهم يلبسوا حتى في البرد وتلاقوهم مشوا تقريبا ساعه. يرجع يحط رجليه في الخردل وياخد حمام وينام. العمليه دي ما عندكش فكره يا استاذ عمر ازاي بتعمل سكينه الى ابعد الحدود وبتعمل يعني ارتياح للاعصاب نتيجه في ناحيه. انت لما بتجري الدوره الدمويه، الدوره الدمويه بتشيل كل السموم اللي موجوده في الجسم وبتخلي الامور ماشيه بمشي طبيعي جدا. في الوقت نفسه بتحارب ما يسمى بالتيشو هايبوكسيا، نقص اكسجين انسجه. لا وكمان ربنا يكرمك ويجزيك خيرا، برضه حقيقه عايز انقلها للمشاهد الكريم ان اي منتج الاستاذ دكتور عبد الباسط سيد بيعمله بيبقى مراعي فيه الاسر البسيطه جدا، فاي حد يقدر ان هو يشتريه، ما بيغاليش بمرض الناس زي ما البعض او الاكثريه بيعملوا كده ان هم بيغالوا بمرض الناس. ففضل الله تعالى هو وشركه رودي وسلمى عاملين نوع من انواع التوأمة في هذا الموضوع، هم متيحين له ان هو يعمل في سكينه ويبدع في العلم، وربنا يخليه لنا يا رب ويجعله في ميزان حسناته. وايضا شركه رودي وسلمى بتتكلم على هامش ربح بسيط جدا، فيصل المنتج لكل مستحقيه بطريقه محترمه وبطريقه فعاله، فاحنا بنشكر الاثنين على هذا المجهود. خليني برضو اتكلم مع حضرتك في سريعا في ان حضرتك النهارده بتتكلم على ان احنا اول حاجه بتنصحنا بيها ان احنا ننقص من وزننا. لو احنا خدنا شاي التخسيس واعشاب التخسيس من حضرتك، ايه هل تتعارض مع حاجه ولا لا؟ بس بعد الاتصال معايا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. استاذ عبد المقصود اهلا بيك. ايوه يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. الله يخليك. نوطي شويه التلفزيون الله يكرمك. حاضر حاضر. عندي حضرتك عندي الم في كعب رجلي الاثنين. حاضر. من امتى؟ بقى لهم اسبوع كده. تمام. بيظهروا الصبح وبعد كده بعد ما بتمشي يختفوا ولا يشبوا مستمر؟ نعم. الصبح بيظهروا وبعدين يختفوا بعد كده ولا موجودين؟ أيوة على طول. لا بيظهروا بالليل، بيتعبوني بالليل لكن الصبح بيروحوا. ماشي. حاضر. العمر كم سنه؟ عمري 57 سنه. ماشي. طيب في اي حاجه ثانيه؟ لا مفيش حاجه بالنسبه لي انا. طيب. عندي والدتي عندها 75 سنه بتشتكي برضه من ركبها. حاضر. من ايه؟ من ركبها. حاضر. ركبها. الف سلامه عليها، تابعنا ان شاء الله هنجاوبك حالا باذن الله، مع الف سلامه. نرجع تاني ونتكلم على هل يوجد تعارض بين شاي التخسيس واعشاب التخسيس ونقص الالبومين ومشاكل الكبد ومشاكل القلب ولا لا؟ دايما اعشاب التخسيس في ناس عايزه تخس بسرعه.
طبيعي. فالاعشاب بلعها مباشرة، لان البلع مباشرة بالمية في، انت عارف ان فيها شمر وفيها بذور خطونة، وبذور الخطونة دول بيمتصوا المية ويعملوا امتلاء. نعم. انما الشاي لما تحطه بذور الخطونة في الشاي السخن في المية السخنة تتحول الى حاجة زي المهلبية كده، سائل زي المهلبية، فالبذور الخطونة وجودها احسن كده ولا ايه؟ ففي ناس عايزة تصف بسرعة جدا بتاخد الاعشاب تصفها. حضرتك انت كمان رعيت ان في اللعاب بتاع اللسان، حضرتك قلت ان انا رعيت ده، ان دي اكتر حاجة بتحس او بتحسس تدي بالضبط. اشارات للمخ ان هي كده بدأت تشبع ولا لا، فيبدأ بالضبط. المخ يقول انا شبعت ولا لا بالضبط. فهي كمان فيها رجل الاسد اللي هي او عشبة اللي بيسموها عباءة السيدة. نعم. اولا بتفيد جدا السيدات الى ابعد الحدود، يعني ايه، بتنظم الدورة الشهرية، بيخسوا وبتجد كل حاجة بتنتظم عندهم. بالنسبة للرجال، قبل ما تقول الرجال هناخد المهندس حمدي ونرجع تاني. مهندس حمدي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا دكتور معاك. في فرق في الصوت بس. لا اتفضل اتفضل يا التلفزيون هتسمعنا كويس قوي. اتفضل يا فندم على طول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يا باشمهندس بعد اذنك نقطة التلفزيون، لان احنا كده هنخلص المكالمة دي بعد بكرة. فنوقف التلفزيون الله يكرمك. حضرتك انا اتكلم في فضيل الحلقة. انا عملت تحليل بول 24 ساعة. فزاد نسبة، لقيت نسبة الالبومين فيه. ايوه ايوه زاد 3 ولا زاد كام؟ لا طلع 497. ماشي ماشي. حضرتك هو الرينج. اتفضل يا فندم. تمام. حضرتك عندك مشكلة، انت عندك سكر؟ لا ما انا اكتشفت ان عندي سكر جديد، الكلام ده من شهر بس. ماشي ماشي. انا سني 58 سنه ونص. ماشي تمام. ونسبه الالبومين كانت عندي في الكبد 3.1، وبعدين بقت 3 من حوالي كام سنه، دلوقتي 2.7. خلاص 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 تمام. في اي مشكله تانية يا باشمهندس غير المشكله دي؟ انا بس في رجليا، وانا جبت الكاف 3 المدعم. وجبت اللي هو الاعشاب بتاعه الرجلين دي. تمام. هل كاف 3 ده بناخده زي حاضر. انت جايب المدعم؟ حاضر. لا ما يجرش. طيب ماشي، انت جايبه بقالك قد ايه؟ انا جايبه بقالي حوالي اسبوعين. طيب حاضر هنكلم. حاضر هنكلمك حالا. المده قد ايه بس؟ حاضر عينيا الاثنين، ونقول لك الجرعه كمان. والف سلام عليك يا باشمهندس، وطبعا ان شاء الله موجود في نفس الموضوع. نرجع تاني ونقول الرجال، احنا كنا بنتكلم حضرتك كلمت على السيدات، فبالنسبه للرجال برضه بيعمل ايه؟ بيعمل هو في حاجات مهمه جدا في الرجال كمان، اعشاب التخسيس. تمام. فالحقيقه بالنسبه للسيدات هو ليه علاقه بالاستروجين، وبالنسبه للرجال ليه علاقه بالتستوستيرون. حاطين احنا الحاجات دي كويس جدا جدا ومراعينها. فاللي بياخدها اساسا كمان بتنظم الغده التي 3 والتي 4 اللي هنا. فعشان كده بينتظم الحرق. نعم. الاعشاب سواء كان الاعشاب او الشاي. نعم. اللي بياخد اعشاب عايز يخس بسرعه جدا. تمام. اللي بياخد الشاي عايز يمشي الامور ايه يعني بالتقده شويه بامرها. نعم. في الوقت نفسه قلت انا الفواحه اللي بتسد النفس، الزيوت ترفع من ترفع من اللي خلي الواحد بيسد النفس، يبقى انا مش عايز ياكل في البيت. نمر الحاله النفسيه طبعا. نمر الاستريبو بقى لتحسين القوام. استريبو لما بتتهن بتحسن القوام. طيب بعد اذن حضرتك الاخ اللي بيتكلم هنا لا قبل ما نتكلم في باشمهندس مصطفى بس حابب اسال سؤال مباشر. يعني كتير لنا اخ بيكلمنا على طول على الشات وفي التليفون بيقول لنا ان هو 35 سنه حاسس ان هو ما عندهوش رغبه. كيفيه نقص الرغبه وهرمون الاف اس اتش عنده هو اساسا الحته دي لازم ياخد كاف 3 المدعم بالخص الهندي لمده قد ايه؟ لمده 60 يوم على الاقل. 60 يوم. وبرده البشمهندس مصطفى لمده 60 يوم، بس البشمهندس مصطفى لازم يقلل الملح شويه في اكله. لازم يقلل الملح. لا خليني اتكلم على البشمهندس مصطفى معلش اكتر. بس انا بتكلم على هرمون الاف اس اتش نقصه. هو هرمون الاف اس اتش ياخد كاف 3 المدعم بالخص الهندي لمده 60 يوم. تمام. الجرعه كام مره؟ قبل الغداء وبالعشاء. كام مره؟ قبل الغداء والعشاء فقط لا غير. بس بس ملعقه صغيره. معلقه صغيره. بقد ايه؟ قبل الغداء والعشاء بقد ايه؟ يعني ممكن مباشره، ممكن قبليها بربع ساعه. مفيش اي مشكله. مفيش اي مشكله. طيب خليني ابدا اجابه الاسئله، والوقت المتبقي هنتكلم ايضا في الاسئله عن المنتجات. كان معانا مدام نجاح بتقول ان هي عندها حساسيه في الانف من 20 سنه. الحساسيه اللي في الانف دي لازم تاخد زهر البابونج تحط عليه ميه بتغلي وبعد ما يعني يبرد تصفيه وتستنشق بيه صباحا ومساء لمده 10 ايام، بالاضافه انها تاخد سنجلير 10 قبل النوم. تمام. كان بيتكلم على خشونه الركبه. تاخد سوليفاكس الدهان موجود. احنا عندنا الارسجو، بس الارسجو الحقيقه لسه الجيل الثاني بتاعه هننتجه اليومين دول ان شاء الله، لسبب لانه عدد كبير جدا منه اتضرب في السوق. ده حقيقي.
طيب الاستاذ عبد المقصود اتكلم على الم في كعب الرجل اللي حضرتك قلت له بيظهر الصبح هو لا بيظهر بالرجل دي معناها انه في لازم ياخد سيتروسيد مغنيسيوم فور لسبب الزياده في املاحه ده اللي بيسموه البسيدو جاوت يعني شبيه النقرس تمام عدد كبير جدا بياخد له ايه بياخد له يوروسلفين وادويه النقرس لا تمام. احنا عايزين سيتروسيد مغنيسيوم فوار سيتروسيد مغنيسيوم فوار ودافلون يقعدوا لمدة 15 يوم هتضيع العملية دي تماما. تمام، كان بيتكلم على برضه والدته 75 سنة بيتكلم إن ركبها فيها خشونة. يعني السولفاكس موجود في السوق كويس جدا دلوقتي. إحنا طبعا عاملين الجيل الثاني منه إن شاء الله هيظهر. سمينا الأرثوجو 1 هنسمي أرثوجو 2. وإن شاء الله برضه نتكلم معاه ننتظر حاجة تانية عن كده. مهندس حمدي كان بيتكلم على تحليل البول بتاعه الألبومين كان قبل كده هو معنى ذلك الكليتين هو عنده سكر نزلت ليه سكر لأن دايما السكر الطويل بيعمل حاجة بيسموها الديابيتك نيفروباسي يعني النفرونات بتاعت الكلية والمرشحات بتاعت الكلية بتتأثر بالسكر. حضرتك قلت احنا عندنا كم مرشح الأول؟ ده في 40 مليون نعم واخد بالك فاحنا ما نستناش لما ال 40 مليون يبوظ فاللي بيحصل بقى ان هو أساسا السكر نتيجة أنا سألته عنده السكر ده لسه مكتشفه تمام وابتدى كمان فيه مشكلة هو الكليتين بيفوتوا زلال والزلال اللي بينتج في الكبد قليل فعشان كده هيظهر في عدة ستس أو ممكن ستس أو ممكن يحصل في تورم في القدمين تمام عشان كده لازم نقلل الملح تماما يا باشمهندس تمام وناخد مدرات للبول زي الألدكتون 50 أو الدكتون 25 على غير الريق واخد بالك ونقلل الملح تماما ونقلل اللحوم الحمراء ونبدأ نعتمد على اللحوم البيضاء واخد بالك وبلاش الدهون وبلاش المسبك وفي الوقت نفسه وانت بتاخد كف ثلاثة المدعم بالقص الهندي مش مشكلة قبل الغداء وبالعشاء وبعد الفطار وتاخده لمدة 60 يوم كل 15 يوم لازم تروح تقدر للسيرم ألبومين الألبومين اللي موجود في مصل الدم لانك انت قلت 3-1 نزل 3 نزل دلوقتي 2.6 فاحنا رايحين لمشكلة كبيرة جدا قلة الألبومين هيعمل استسقاء في البطن ويعمل تورم وإديمة في القدمين عشان كده لابد تقدر لي الالبومين كل 15 يوم وتمن يعني تقلل الملح لابعد الحدود او تمنع الملح تماما وتحدق بالليمون وتستخدم ما يسمى بالكاف 3 المدعم هتلقى الامور ابتدت تتنشط اشرب لبن رايب كتير جدا بدون دسم بدون دسم او الحليب بدون دسم عشان او كل البيض صفار البيض صفار البيض ارميه ادي لاي حد ياكله وكل بياض البيض المعمول برشت عشان ندي الالبومين للكبد عشان يكون. طيب كان بيتكلم على حضرتك بالنسبه للسكر هل بتقول له هو لسه جديد في السكر حضرتك هل بتنصحه بشيء يبقى دايما مظبط معاه موضوع السكر؟ على فكره هنتكلم في حلقه للسكر ان شاء الله. ليه بقى؟ لان انا دايما في السكر بقدر ايه؟ بقدر السكر التراكمي اللي هو اتش بي ون سي او السكر المرجعي اتش بي ون سي عشان بعرف السكر دي بثلاث شهور فات قبل كده لان هو ده السكر مرتبط بكرات الدم وعمر كرات الدم في الصغيرين 4 شهور وفي الكبار 3 شهور فبالنسبه له هو هيديني حاله السكر من 3 شهور نعم الاتش بي ون سي او السكر التراكمي بيسموه جليكوسيليت هيموجلوبين تمام انا هنا بعتمد على الحب الرشاد الى ابعد الحدود لان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا في المرين من شفاء السفاء والصبر كلمنا على برضو في ناس كتيره بتسال على شامبو الصبغه يا ريت برضو تقول لنا كيفيه هو بس يا استاذ عمر احنا كل مره بنعيدها بس معلش لان في شامبو ناس الصبغه شامبو الصبغه انا دلوقتي حطيت الشامبو على دماغي في ناس تحط الشامبو على دماغه وبترغيه وتسيبه بلاش على دماغك يعني خلال لا معلش على دماغي يا استاذ عمر لان انا هيصبغ الحته اللي في النص بناء عليه يا استاذ عمر انا لما باجي في الحته دي بعمل ايه المفروض يعني لابس جوانتي من الجوانتيات البيضه البلاستيك زي السلفان دي الجلد وجلد وبدعك الحته دي اخلي او اجيب مشط وايه واسرح بيه اللي بقى عشان اوزع لان في شعر ابيض مثلا جوه بيبقى مختفي شويه ازاي مختفي فانا عايز اوزع الكلام ده مش مجرد او بديه اقعد ادعك لان العمليه بحركة دائرية. حركه دائريه تمام او مشط اقعد اعمل كده لمده 10 دقائق تمام الكلام ده بيخلي الشامبو اللي موجود فيه الشامبو واللي موجود فيه الزيت واللي موجود فيه الصبغه تقدر تصل الى جذور الشعر وتصبغ كل الشعر سواء العميق ولا سواء الظاهر فوق لان في ناس بتحطه وخلاص واقفه كده لا ما ينفعش واخد بال حضرتك عشان كده لو حطيته لمده 10 دقائق كل 10 ايام ولا كل اسبوع بيجيب نتيجه مبهره بالذات النوع البلاك الاسود الخليجي تمام وانا عاملينه اسود خليجي بالذات عشان دايما اهل الخليج بيبقى شعرهم اسود داكن جدا جدا ولامع في لمعان ودي خاصه باهل الخليج يعني ما شاء الله البني بياخد فتره شويه تمام بياخد يعني مثلا البني لازم تخليه كل اسبوع تمام بس
طيب خليني برضو اتكلم على اتكلمنا على الليدي بي ليدي بي ليدي. النهارده حضرتك عملته بطريقتين، في واحده كلمتني قالت لي طب انا عندي نوع من انواع بادئ التجاعيد، هل بي ليدي ينفع مع التجاعيد ولا ما لا؟ هو حضرتك بتعمل ايه؟ بتعمل تقشير لبنطقه التجاعيد عن طريق الكريم، كريم اللي هي بتدلكه بقطنه كده، بيعمل تقشير لمده 5 دقائق. كم مره اسبوعيا؟ والله الكلام ده يوم بعد يوم. وبعدين لما تحطش الماسك بعد كده، الماسك بيشد، يعني انت لو بتحط الماسك في العمر تحس انه بيشد شده جامده جدا، ولو جيت في الاطراف بقى وكسرت البلاط الماسك ورحت عامل كده تبقى طلعت زي ما يكون قناع كامل. نعم. طب احنا وقتنا خلص بسرعه جدا مع حضرتك. في النهايه طبعا مشاهدينا الكرام، لا يسعني الا اشكر ضيفي الكريم بروفيسور العالم استاذ دكتور عبد الباسط السيد، استاذ تحليل طبي بالمركز القومي للبحوث وعضو المجلس العالي للشؤون الاسلاميه واستاذ الطب التكميلي بمصر. بشكرك شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا. بشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، وبنتمنى ان احنا نكون اجبنا اجابات وافيه لكل المتصلين المحترمين. كل عام وانتم بخير. بشكر كل كاست العمل اللي معانا ومخرجنا الجميل استاذ تامر وكل اللي معانا في يعملوا خلف الكاميرات، بيتعبوا جدا بجد علشان يطلع هذا البرنامج في هذه الصوره. اتمنى من الله ان احنا بنكون بنؤدي رساله نبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، ونتشارك جميعا في الثواب. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.